مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام، في هذه الانطلاقه المميزه والعملاقه هنا اول الاشواط، نتمنى للجميع التوفيق والسداد والنجاح. هنا مشاهدينا الاعزاء لحظات وتعطى اشاره البدء بهذه الانطلاقه مشاهدينا ومتابعينا الكرام. بسم الله وعلى بركة الله وتوفيق أيها المتابعون جميعا، أعطيت إشارة البداية مباشرة الشاهينية. عبد الله بن حسن الزعابي يتقدم في المركز الأول، بينما المركز الثاني الوصول من الدرة هزيم بن محمد بن هزيم المنصوري، المركز الثالث الوصول من صوغ عبد العزيز بن مبارك بن سالم المنهالي، والمركز الرابع القدوم من الشاهينية عمار بن عبد الرحمن المطروشي وصل على المركز الرابع. المركز الخامس هذه القادمة اللي هي ايضا شرفه لعايض بن عوض بن عايض المنصوري، وصل في هذه اللحظات. ولكن اعود الى مقدمه الشوط، المطروشي، المطروشي عمار بن عبد الرحمن المطروشي يقدم الشاهينيه في المركز الاول، بينما الدرة هزيم بن محمد بن هزيم المنصوري على المركز الثاني. المركز الثالث هذه الخطيرة، هذه القادمة مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، الواصل اللي هي أيضا شرقة عايض بن عوض بن عايض المنصوري، وصل في هذه اللحظات يتقدم من خلال هذا الاسم. وصل راعي عطوة، وصل راعي عطوة ليتقدم مع الشاهينية. راشد بن هادب بن حمد بن عصان المنصوري، الله حلوت المنافسة، راحت الدرة هزيم بن محمد بن هزيم المنصوري. ولكن شوف القدوم، بسم الله وما شاء الله، وصلت 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 الشاهينية. راشد بن هادي بن حمد المنصوري بن عصان راعي عطوة يقدم نوعية فريدة، يقدم نوعية فريدة ما شاء الله. سلامي عليك يا راشد، يا بن هادف، يا بن حمد بن عصان المنصوري. التهنية الكبيرة لهادي بن حمد بن عصان المنصوري الذي يعرف طريق النواميس جيدا. بالفعل هذه الشاهينية، تهانينا لابو حمد، تهانينا الراشد بن حمد، الراشد بن هادي بن عصان المنصوري، تهانينا الحمد بن هادي بن عصان المنصوري. لحظات الفوز والانتصار، بسم الله ما شاء الله. اول اشواط الصعوب مع راعي عطوة يفوز بهذا الشوط. المركز الثاني الوصول في ثاني المراكز، الدرة هزيم بن محمد الهزيم المنصوري. المركز الثالث وصلت اللي هي شرفة لعايض بن عوض بن عايض المنصوري، تهانينا والناموس. توقيتنا الزمني دقيقتين 12 ثانية 61 جزءا من الثانية. تهانينا الراشد بن هادف بن عفصان المنصوري، تهانينا لحمد بن هادف بن عفصان المنصوري.